ضيفتنا كاتبة لبنانية عرفت بمهارتها في الغوص داخل فضاءات الإنسان العربي ورسم هواجسه والكشف عن آلامه وأحلامه. تمتعت بجرأة كبيرة وقدرة على تحطيم الأشكال الإبداعية التقليدية وإبداع نموذجها الخاص، فتمكنت من خلال رؤيتها أن تعيد صياغة قضايا المرأة وحكاية الحرب والحداثة في العالم العربي. ضيفتنا هي الكاتبة اللبنانية علوية صبح. أهلا بك سيدة علوية، منورتينا. أهلا بك وبالمستمعين وبالجمهور الكرام. سيدة علوية، حضرتك من مواليد بيروت ودرستي في الأدب العربي والإنجليزي في الجامعة اللبنانية. نعم. كلمينا عن نشأتك، كيف أثرت في اتجاهاتك الفكرية؟ شوفي، طفولتي يعني هي كانت على حد الطفولة وعلى حد عالم الكبار. يعني إذا بدك ما عشت الطفولة كطفولة طفولة بنت، كنت دايما مفتونة بحكايات صحباتي بالنساء بالحي. أنا من بيئة كانت شعبية يعني، فتربيت على قصص الجن والسحر والتار، وبتعرفي بالبيئات الشعبية وتلفتني النساء. نعم. كيف بيوقفوا، كيف بحطوا ايدهم على خصرهم، كيف بيحكوا حكاياتهم، حتى حكاياتهم بالعلاقات الزوجية كانوا يحكوها بشكل علني لما يزورونا بالبيت. فكان يلفتني، وكنت كتير مرحة بطفولتي لدرجة كنت مثلا لما يداروا النساء من عنا قلد النساء بمسرحيات بالبيت وضحك أهلي. كنت ساخرة جدا، بس كان دايما حس في ألم ما بعرف شو سببه، يعني كأن حس بالنساء، حس بشخصيات صحباتي، عيش إذا بدك قصصهم أكثر ما عيش قصصي. بالنسبة لإلي كنت شقية، كانوا دايما رفقاتي صبيان، وكنت أحب هيك المغامرات اللي لها علاقة بعالم الصبيان، وكان عندي علاقات ود كتير معهم كمان منيحة. يعني كنت منحازة للستات أكثر من الصبيان، هذا اللي خلى اتجاهك الفكري يكون عنصر المرأة؟ ما كنت حس، يعني ما كنت حس بانحياز بقدر ما كنت حس إنه مثلاً بجو الرفقة كنت حس إنه رفقات الصبيان أقرب لإلي من رفقات البنات، عرفتي؟ أيوة. يعني اهتماماتهم، الأشياء اللي بيحكوها حس تمتعني أكتر. وكان عندي صداقات مع بنات، بس كنت تقريبا أكتر بأصحابي من الصبيان، ولدرجة بالطفولة سموني بوي، يعني قد ما كنت هيك شقية، عرفتي كيف؟ بس انه طفولي كتير مليانة بالحكايات الشعبية بقصص النساء. اتفرج مثلا النساء كيف يوقفوا يشيلوا شعر حواجبهم، كيف يحكوا عن ازواجهم، كيف يحكوا عن جسمهم. فمشان هيك انه هذا كله اختزن فيي وبين برواياتي سابقا، لانه يعني ذاكرت الطفولة كتير بتأثر بتشكيل الشخصية. ولما كتبت مريم الحكاية كل هيدي الذاكرة الشعبية، يعني عبر شخصيتي مريم اللي أنا تخيلتها واللي جعلتها راوية بدلا عني، وجعلتني هي إحدى شخصيات الرواية وبتحكي عني، يعني حكيت عن كل هذا المناخ الشعبي. ولذلك أخذت بعدين ثلاث أجيال من النساء، الجدات والأمات والبنات، وطبعا جيل البنات يلي هو جيل بيروت مختلف بثقافته بتعليمه بكذا، لكن جذور هذا المجتمع اللي عدت له هو كان كتير ارتباطه بالطفولة. يعني بنقدر نقول انه الطفولة خلتك اني انت تحلمي اني تأسسي في يوم في الايام مجلة اسمها سنوب الحسناء. هاي المجلة بتختص بقضايا المرأة. ايه لا، هي شوفي ما لها علاقة، يعني قصة طفولتي كنت كتير
مثل ما قلت لك مسرح وساخر او هذا مناخ السخرية عندي ببين برواياتي. يعني احيانا بمريم الحكاية بتلاقي القارئ بيضحك وبيبكي بنفس الصفحة. يعني انا عندي يعني لما بتألم كتير بسخر لحتى خفف عني، لأنه الكاتب بالآخر بعبر عن ذاته، وحس أنا بدي أتنفس بالسخرية والقارئ بتنفس بالسخرية. كنت بطفولتي أكتب بكير، أكتب مشاعري، أكتب يعني مثلا البنات كنت اندهش أنه يحبوا يلفتوا نظر الشباب، يضلوا مرغوبات. أنا ما كنت هيك بطفولتي وبمراهقتي، كان اللي أنا أنغرم فيه بحب بس أنه يطلع فيي، ما بيعنيني الأشياء التانية. ولا ما بتهتمي بالتفاصيل؟ لا لا، ما بعود يعنيني الشباب التاني حتى إلى الآن، عرفتي كيف؟ لا يهمني أن أكون مرغوبة بقدر ما يهمني أن أكون محبوبة. والمرغوب هو يعني شيء كتير جواني، مش انه الوحده تكون هاجسها بس تلفت الشباب وتكون مرغوبه. هذا ما بحياته كان عندي هاجس، عرفت كيف؟ هلا مجله نسائيه ما لها علاقه بمساله الطفوله، لها علاقه بعدين باتجاه الصحفي، رغم انه انا خريجه ادب. نعم. ولكن اتجهت للصحافه وبحب الصحافه، وكتبت بجريده النداء والنهار وبالصفحات الثقافية. ولكن شعرت بعدين أنه يعني أنه أعمل مجلة نسائية كمان شيء، أنه وكنت ناجحة فيها. كيف لقيت العلاقة بين الصحافة والأدب بعد ما تجربتك أني حضرتك نشرتي في صحيفة النهار؟ يعني أنا كنت أكتب مقال بالنهار نصوص الإبداعية، عرفتي؟ يعني وكانت من أنا صغيرة، من وقت ما كان عمري 18 سنة وبدأت أنشر بكتاب الأول نوم الأيام اللي أصدرته بال 86، كنت نشرته كله فصول إبداعية بالنهار. وكانت النهار بعزة وأهم من أهم الجرائد العربية يعني، وكرموني جدا وكانوا عطيني زاوية أسبوعية، عرفت كيف؟ لكن طبعا انه خبرتي الصحفيه كمان اكتسبتها، كنت قبل تحقيقات، انا بهمني التحقيقات النسائيه. نعم. والتحقيقات كمان لها علاقه بالروايه، يعني غزوا بعض اذا بدك، عرفتي كيف؟ نعم. التحقيق بفتحك على اشياء، بس ما في شك انه الصحافه اخذت واخرت كثير من كتابتي، لانه كوني كرئيس التحرير كنت دائما، عرفتي كيف؟ هيدا اخذ من وقتي، من وقتك. اي نعم. طيب خلينا نتكلم عن روايات حضرتك. يقال انه روايه اسمه الغرام علت من شان متوسط عمر المراه. نعم. كيف قدرتي فعلا ان انت توصليها للقارئ؟ كيف قدرتي ان انت توصلي هاي الروايه لكل قارئة وقارئ، من ناحية الجمال، من ناحية الشخصية اللي تقريبا كانت مسيطرة على أي شخص ممكن يقرأها؟ نهلة. بتعرفي أنا يعني دايما الناس بتفكر أنه عمر الأنوثة مع المرأة، أنه خاصة بمجتمعاتنا وحتى بالغرب عموما، أنه الأنوثة أو حق المرأة بالحب أو إلى آخره بسن الشباب، واللي هيدا مش مزبوط. حتى بعالم الأرياف وبالمدن الناس بيتزوجوا حتى بالثمانينات يعني هيدا. فأنا عندي يعني طبعا إحساسي الأنثوي جدا عالي بشكل شخصي، وكل رواية هي بشكل أو بآخر تعبير عن الذات. لا تعني ذلك أنه هذه سيرة شخصية، لا، لكن هذا الموضوع حتى بالروايات العالمية ما كتير انطرح. أنا حقيقة مجدت الحب برواية اسمه الغرام، ومجدت الأنوثة، وقلت أنه هيدي الأنوثة، هيدي البطلة اللي اسمها نهلة بقيت أنوثتها، وبالعكس عاشت أنوثتها بمتوسط العمر. والأهم ليه عاشت أنوثتها؟ لأنه هي ما رفضت
يعني تغيرات الزمن على جسمها. لا شك انه تصارعت بينها وبين نفسها، كل واحد منا بيتصارع اكيد، وبحس انه بعيش لحظة صراع، عرفتي كيف؟ عند تغير الجسم. مزبوط. لكن هي تصالحت مع جسمها، يعني هذا التصالح هو كتير مهم جدا. هذا أساس إن أنت تعيديها للحياة في الرواية؟ عدتها للحياة، لأنه حسيت إنه نهلة تستحق الحياة، وإنه الحب يستحق، لا ما بيموت حتى بعد الموت، يعني حبها لهاني وهاني حبه لإلها. على كل حال أنا حكيت عن الحب والجسد بكل الأعمار. نعم. تغيرات نهلة بكل الأعمار، ولكن ركزت طبعا على منتصف العمر، وحسيت أنه يعني بما أنه هي كاملة الأنوثة، كاملة الأمومة، يعني أنا عندي فصل بالرضاعة مثلا، أنا ما بعتقد، يعني حتى أليف شافاك بالحليب الأسود قريته عن الأمومة وفترة. نعم. يعني أنا عندي مشهد عن إحساسها بالرضاعة، رغم أني لم أتزوج ولم أنجب ولم أرضع، ولكن معظم النساء لما أروه يعني اندهشوا كيف أنا ممكن أستطيع أن أعبر عن أحاسيس المرأة بالرضاعة تجاه رضيعة، عرفتي؟ يعني هذه الأنثى الكاملة الأنوثة، الأمومة، الحب، فبالتالي صارت رمز الحياة، لأنه أنا بعتقد الأنوثة هي رمز الحياة. بالنسبة لرواية مريم الحكاية، في كتير أشخاص شافوها إن هي يعني ما بتمثل الحكاية التقليدية، وإن هي من باب التجريب، شو رأيك؟ شوفي، أنا كل رواياتي أنا لا أتبع التقنية الغربية المحض. نعم. يعني إنه بكتب رواية كلاسيكية بالمعنى الغربي، أنا بنت موروث هذا الشرق وبنت الثقافة العربية والمشرقية، ومتأثرة جدا بألف ليلة وليلة والتراث العربي النسري، بالتالي إنه يجب أن نكتب روايات بنت مدينتها وليست كالروايات التي أنتجت متنا وسردا مختلفا. هي ليست تجريب بقدر ما هي بناء له علاقة بالموروث، وبنفس وقته هي لها معاصرة جدا. لذلك في النقد العربي وكل الصحف العربية وحتى الألمانية أو الفرنسية أو الأمريكية أو الألمانية أو الإسبانية، اللغات التي ترجمت إليها، سميت بشهرزاد الرواية الحديثة، يعني وكان هذا يعني لأنني لم أنقطع عن التراث العالمي الفني. نعم. يعني أنا بنت هذا الزمن وبنت الثقافة العالمية الإنسانية. الثقافة هي ملك كل إنسان، ولكن بالنهاية لي هويتي. مزبوط. العربية والمشرقية، وكتبت انطلاقا من هذا الانتماء. طيب شو بالنسبة لرواية دنيا اللي صنفت من ضمن روايات الأدب العالمية، شو كانت رؤيتك فيها؟ هي الحقيقة حتى يعني الآن تترجم، اسمها الغرام. هي ترجمت إلى الإيطالية ونالت شهرة واسعة، وقورنت بمركز الحب في زمن الكوليرا، يعني وكرمت جدا. الحقيقة كل رواياتي اعتبرت عالمية، هذا رأيي، يعني مش رأيي، أنا عم أقول لك بتواضع، أنا جد متواضعة، وحتى الآن أعتبر أنني لم أعمل شيئا، وإن شاء الله لدي مشروع طويل، يعني إذا شاء الله وساعدني في ذلك. ولكن يعني دنيا هي اللي نالت جائزة السلطان قابوس للرواية العربية بمناسبة عمان عاصمة ثقافية. نعم. وكتب عنها كثيرا، كما كتب عن كل رواياتي في النقد العربي. ربما أنا من الروائيات والروائيين القلائل الذين كتب عنهم
الكثير. دنيا هي شيء يعني إذا بدك الروايات الثلاثة هم أشبه بثلاثية كما رآها النقاد، ولكن دنيا هي تمثل المرأة الضعيفة في عالم ذكوري. أنا في كل رواياتي كسرت الصوت الذكوري في الرواية العربية وأعليت صوت المرأة. مزبوط. عرفتي؟ ففي رواية دنيا صورت هذه المرأة الذي زوجها يصاب بالشلل في آخر الحرب الأهلية اللبنانية كدليل على انتهاء الحرب. هذا القائد الميليشياوي القذر القاتل انتهت الحرب مع شلله في آخر رصاصة من الحرب، ورغم ذلك يحول حياته، لا شيء يتحرك فيه سوى عينيه، ويقود حياته بحركة عينيه ويحولها إلى مشلولة. ولكن في نهاية الرواية وضعت أملا وشعرت وهي ترقص بعبق زهور، أي برغبة بالحرية. يعني لقد صورت فيها هذا قساوة الرجل العنف تجاه النساء، وهو موضوع في كل رواياتي. نعم. يعني العنف اللغوي الجسدي الاجتماعي على كل الأصعدة عن الحرية. نعم. قديه بتقيمي مساحة الحرية اللي بيحملها الألم العربي؟ لا أريد أن يعني أن أقول رأيي في الآخرين، أنا أقول أنه ولكن أعتقد أنه الرواية العربية يعني بشكل عام يعني لم تكسر التابوهات كما فعلت أنا. ليس لأنني أريد أن أكسر تابوهات، أنا عندما كتبت بدون رقابة ذاتية، دون أن أفكر برقابة أحد، ودفعت الثمن في ذلك. نعم. من أشياء كثيرة عائلية وجوائز وإلى آخره، لكنني مخلصة للأدب. أنا أؤمن أنه لا يمكن أن يكون هناك إبداع بلا حرية التعبير، ذلك لأن الأدب هو الحرية بامتياز. يعني يا روائية لبنانية علوية صبحية، طبعا احنا كتير بنتشكر وجودك معنا ونورتينا بيوم جديد، وكتير مبسوطين بوجودك، بنتمنى لك كل التوفيق، ونورتي طبعا مصر، وبنتمنى ان انت تكون اقامتك فيها اقامة سعيدة. يعني انا اقامتي سعيدة، بتشكرك وبتشكر التلفزيون وبتشكر المشاهدين، وانا لاعترف انني عاشقة لمصر يعني. واحنا من عشائك اكيد. يعني انا عاشقه لمصر، عرفتي؟ وسعيده جدا انني في مصر، وطوال الوقت منذ ان وصلت وانا اغني رغم انني مريضه وصوتي شوي تعبان، وانا ليا في مصر يا حبيب. الله، شكرا كثير لك. شكرا. شكرا لك.